السلام عليكم شباب، السلام عليكم، سامعيني كده يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سيد سمين. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا إن شاء الله أن أكون معاكم النهارده، وإن شاء الله بإذن الله ربنا إن شاء الله يوفقنا ونقدر نفيدكم النهارده على قد المستطاع. لو تكرمتوا بس إن شاء الله السيشن النهارده بإذن الله تعالى إن شاء الله، يعني يا ريت كل واحد يكون معاه ورقه وقلم وكالكوليتور، بحيث ان هندي دلوقتي السيشن اوت لاين ده عادتي كده اهوت. في اي سيشن انا بقول انا هقول ايه في السيشن ده كله، بحيث ان انت تكون انترست معايا باذن الله، وباذن الله تعالى نوصل مع بعض للتركيز الكامل في السيشن، بحيث ان يعني يبقى يوصل اكبر قدر ممكن من الاستفاده. فطبعا باذن الله دوت زي ما احنا شايفين دلوقتي السيشن اوت لاين النهارده البوينتس اللي احنا هنتكلم فيها، يا ريت بس كل واحد يركز معايا بحيث ان برضه نعرف احنا ستارتد ايه، وفي نهايه السيشن احنا المحصله تبقى في ايه. هنتكلم على الاي جي سي اس اي بورتس، هنتكلم على الاي جي سي اس اي ماث كامبريدج، هنتكلم النهارده تركيزنا كله هنتكلم اي نعم على الجزء بتاع الكامبريدج وادكسل، لكن الكونسنتريت النهارده على الجزء بتاع كامبريدج، وان شاء الله يبقى لنا برضه زي ما يكون النهارده حصه مفصله باذن الله على الكامبريدج، ان شاء الله يكون لنا حصه تانية على ادكسل، لان طبعا الموضوع مش يعني عشان خاطر ياخد كل واحد ياخد حقه، وكل واحد فينا يقدر يركز هل هو يقدر يختار كامبريدج ولا ادكسل ويقدر يفاضل ما بينهم ان شاء الله. احنا هنتكلم على الجزء الاي جي سي سي كامبريدج، هنتكلم على البيبرز، وهنتكلم على السيلبس، وهنتكلم على الجريد ثريشولد، وهنتكلم على الاي جي سي سي اي ماث ادكسل، هنتكلم على البيبر والسيلبس والجريد باوندري، وهناخد توبيك كده اهوت، توبيك صعب شويه عشان بحيث برضو تقدر تشوفونا ونقدر نشوف برضو هل كميه الاستيعاب بيننا وبين بعض. انا فضلت ان احنا ناخد توبيك صعب شويه بحيث ان انا اشرحه ونقدر نشوف التركيز بتاعكم هيبقى عامل ازاي، ونقدر نتفاعل مع بعض ونقدر نحل مع بعض، وان شاء الله باذن الله يكون في استفاده. الجزء بتاع تريجونومتري بيسبب قلق شويه لبعض الطلبه لانه بيتشرح في اخر خالص، في اخر المنهج خالص. انا حبيت ان انا اخترت التوبيك دوت نقعد مع بعض فيه، ونقعد ان شاء الله باذن الله تعالى نشوف طريقه السيشن بتاعي. طريقه السيشن بتاعي بيبدا بالاوت لاينز زي ما انا بعمل كده اهوت، بقول فيه انا هقول ايه في كل سيشن، ونبدا بالترتيب واحده واحده، وده اللي انا بنصح بيه كل طالب، ان انت بدايه اي مذاكره او بدايه اي يوم لازم تعمل لنفسك بلان. نقول بسم الله. لو احنا اتكلمنا على الجزء بتاع كامبريدج وادكسل زي ما احنا شايفين، هنتكلم على الكودز زي ما احنا شايفين برضو، او يعني مش عارف الناس اللي هي اول مره تحضر عندنا كودز، الكودز 0580 دوت، ده خاص بكامبريدج دوت، من A star to G، يعني A star A into G. لما انت تيجي تختار الكود 0580 0980 دوت 921 921، واغلبيتنا كلنا طبعا بنفضل 921 في التقدير، يعني احنا لما نيجي نعمل لك ستار كده اهوت، من الخبره كده اهوت، ان الافضل لما تيجي تاخد كامبريدج تختار الكود 0980 عشان خاطر فيها انك تقدر تقيم او تعمل لك ايفالويت من 921. وطبعا نخش الجزء بتاع ادكسل دوت، يعني كومباريزون بسيط كده دوت ما بين كامبريدج وادكسل. اول حاجه في البورد ان دوت الكود بتاعه 0580 وده 0980، ده بالنسبه للكامبريدج. بالنسبه لادكسل 4MA1 ودوت الوحيد، يعني ما فيش في ادكسل من A star، يعني الايفالويشن مش لتر، لا الايفالويشن من 921. طيب يبقى احنا اتفقنا خلاص ان ادكسل هنا هوت دوت الكود بتاعه، عشان ده اول معلومه النهارده لازم تركز فيها وتكتبها وتركز فيها، وانا ان شاء الله باذن الله تعالى في الشات بوكس هحاول بقدر الامكان ان انزل لكم دوت مسجل، وهنزل لكم باذن الله السيلبس، وهنزل لكم شويه حاجات مهمه جدا هتفيدكم. انا هحاول بقدر الامكان ان انا اتكلم بسرعه في الجزء الاولاني دوت، بحيث انك تقدر تعمل له ريكورد ومفيش اي مشاكل ما دام الحلقه هتبقى مسجله، بس انا حابب انك تركز معايا بالورقه والقلم في الجزء بتاع الشرح، في الجزء بتاع التريجونومتري باذن الله. طيب يبقى احنا كده اتفقنا خلاص ان احنا عندنا كامبريدج وادكسل، وادي الكود بالكامبريدج وادكسل. طيب الحاجه الثانيه هنتكلم بقى على شكل البيبر، شكل البيبر دوت، شكل الامتحان بقى.
يعني شكل الاكزام. الاكزام هنا هو بيتكون من ايه في كامبريدج. كامبريدج بيتكون من بيبر 2 وبيبر 4. انا قلت النهارده هنركز على ايه؟ هنركز على كامبريدج وهناخد برضو ديكسل. ماشي، كامبريدج عندي ان هو بيبر 2 وبيبر 4. طيب يعني بي 2 بيبر 2 بيبر 4. عندي بي 1 وبي 2 دوت خاص بالكور، خاص بالكور. وبي 3 احنا مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم على بيبر 2 وبيبر 4 دوت خاص بالجزء بتاع الاكستندد. زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان في اكستندد وفي كور. طيب تقسيمه الاسئله بقى ازاي؟ تقسيمه الاسئله دي مهم جدا جدا جدا، ركز معايا فيها بقى. شكل الامتحان من اول هنا اهوت، في شورت انسر كويشنز. شورت انسر كويشنز دوت اللي هو اغلبيه البيبر، بيبر 2 او البيبر 2 كلها بتتكون من شورت انسر كويشنز. دي بتبقى ساعه ونص، بتبقى ساعه ونص وحوالي 35% من الامتحان، وبيبقى عليها ويت برضو يعني مش قوي، وعليها 70 ماركس. يبقى عندي ثلاث معلومات لازم تكون عارفهم. المعلومات دي مهمه جدا جدا لاي حد هيخش او ليفل، مهم جدا تعرف نوعيه الاسئله. نوعيه الاسئله زي ما احنا هنشوف دلوقتي اللي هي شورت انسر كويشنز، الوقت ساعه ونص يعني تكافي حوالي 35% من الامتحان، والتوتال الماركس بتاعتها 70 درجه. طيب تيجي بقى ان هو الاستراكشر كويشنز، دي تبقى مور يعني تبقى اصعب شويه، يعني بيبر 4 اصعب شويه ومحتاجه تركيز شويه. دي عباره عن ساعتين ونص، بتستحوذ حوالي 65% من الجريدز، وبيبقى عليها 130 ماركس. طيب يبقى التوتال ماركس ان هو حوالي 200 ماركس. طيب ال 200 ماركس دي بقى مش زي الفيزيكس انك بتضرب في 1.25 او 1.5، لا توتالي على طول. انت جبت 70 درجه هنا وجبت ان هو 130 درجه، يبقى التوتال 200 ماركس. يبقى احنا كده وقت لغايه دلوقتي عرفنا البيبر 2 والبيبر 4 الثلاث معلومات اللي عندنا، ان دي شورت انسر كويشنز وساعه ونص و35% اللي هي 70 ماركس، وكمان عندنا الاستراكشر كويشنز زي ما احنا هنشوف بعد كده اهوت اللي هي ساعتين ونص و65% و130 درجه. طيب تعالى بقى نشوف هنا اهوت الشكل بتاع، يعتبر دول اجزاء المنهج كلهم يعني دول بيمثلوا 100% في الامتحان. احنا عندنا الجزء هنا هو الجزء بتاع النمبرز، الجزء بتاع النمبر دوت ماشي. احنا طبعا اللي يهمنا هنا هو جزء الاكستندد، الجزء الكور دوت بيهتموا بيه هنا في الخليج والكلام ده كله، لكن في مصر او في اي بلد ثانيه احنا نركز على الاكستندد. الجزء الاكستندد زي ما احنا اتفقنا ان هو عندك ان هو بيبر 1 لغايه بيبر 3، وان هو بيبر 2 بيبر 4 دوت الجزء الخاص بالاكستندد. عندنا من 15 ل 20%، من 15 ل 20% من البيبر او تو بيبرز بيبقى جزء اسئله على النمبرز، ممكن يجيب لك 16% 17% 18%، لكن ماكسيموم 20%. وجزء ده الجزء بتاع النمبر. الجزء الثاني بتاع الالجبرا، الجزء بتاع الالجبرا زي ما احنا شايفين جزء عليه ويت جامد، من 35 يعني 35% لغايه 40%، يعني ده جزء يعتبر مهم جدا جدا جدا. والجزء بتاع الشيب اند سبيس ودوت برضو جزء غايه في الاهميه، دوت بياخد برضو من 30 ل 35%. طب نفهم من ايه بقى من الكلام ده كله؟ طبعا الجزء بتاع البروبابيلتي اند statistics من 10 ل 15%. نفهم من كده ايه؟ ان الويت الاكبر قوي على الجزء بتاع الالجبرا والجزء بتاع الشيب اند سبيس. مش معنى كده ان احنا نركز على الالجبرا والسبيس اند سبيس، لا كله نهتم بيه، كله سهل جدا صدقني. الماس غايه في السهوله، الماس غاص يعني سهل جدا جدا جدا. بس برجاء انك تعمل، نصيحتي ليك بعد كده انا هعمل ريكومندد وتوصياتي كخبره في الموضوع، وازاي ان انت تخط الماس وتجيب اي ستار بكل سهوله، انك بالظبط انك تبقى ماشي على خطى ببلان من اول السنه او من دلوقتي. طيب يبقى احنا الصفحه دي مهمه جدا جدا، لازم نعرف امتى كل طالب يعرف الويت بتاع كل بتاع كل بارت من ايه من البارتس. طيب تعالى بقى، تعالى نخش على برضو الصفحه دي مهمه جدا جدا، يعني الصفحه دي مهمه جدا جدا هنستفاد بيها ايه؟ دي خاصه بيا انا،
احنا في اثناء الكورس ماشي هيظهر لنا الكلمات ديت الوردز دي. كل ما تظهر الكلمات ديت انا اقول لك والله المينينج بتاعها. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك مثلا يعني كونستراكت هو تبقى انت لازم ترسم بحرص، لازم تكون الرسم بتاعك دقيق جدا وتركز فيه. في بعض حاجات ممكن يكون الطالب بذل مجهود، ذاكر كويس جدا، ممكن يكون يعني بجد بذل مجهود ان هو مش يجيب اي ستار، لا يبقى اتشيفر كمان، لكن انت مش مشيتش على المعايير بتاعت كامبريدج في السيلبس. عشان كده انا توصياتي ليك انك لازم تمشي ولازم تعرف الجزء بتاع السيلبس كويس ان شاء الله، انا ولازم تقراه كويس اللي هو 20 22 هنزله لك ان شاء الله في الشات بوكس، والحاجات دي كلها الكوماند ووردز ديت تقراها كويس جدا، ولما تشوف اي وورد من ديت يبقى انت عارف المينينج بتاعها والمفروض انك تكتب في السؤال ايه. وده وقت ان شاء الله هيبان في كل سيشن باذن الله مع بعض. طيب تعالى بقى نشوف السيلبس دوت في عندنا كام بارت او كام توبيك، في عندنا كام توبيك انت المفروض تركز فيهم في الجزء بتاع كامبريدج. اتفقنا برضه هيكون لينا ان شاء الله باذن الله سيشن تاني مفصل في ادكسل، بس النهارده نركز شويه، قلنا شويه معلومات ان بتوين ما بين كامبريدج وما بين ادكسل، النهارده نركز شويه على كامبريدج، بحيث ان انا وجهه نظري انك لو هتيجي تبدا ابدا بكامبريدج، عشان كامبريدج منظمه جدا، المعلومات بتاعتها يعني يكاد يكون اصعب شويه من ادكسل، لكن لما تيجي تبدا بالصعب وتيجي على السهل بيتهيألي الموضوع هيبقى كويس جدا، لكن لما تيجي تبدا بادكسل ويكون عندك يعني مشكله في الماس، مع ان ما فيش مشكله نهائي ان شاء الله مع بعض، لان احنا الكورس بتاعنا اسمه من زيرو تو هيرو، يعني الكورس بتاعي من زيرو تو هيرو، يعني انت انا مش عايزك خالص الا ان انت تبقى بس انترست معايا، تحاول بقدر الامكان يكون عندك ايفورت، لازم تكون عندك مجهود، لازم يكون عندك ثقه في نفسك، لازم بقدر الامكان تمسك اي حاجه بورقه وقلم، ولازم تكون ان شاء الله تهتم باذن الله. طب تعالى نشوف بقى كده اهوت عندنا كام توبيك او كام موضوع هنتكلم فيه. هنتكلم على الموضوع النمبر، وبعد كده هنتكلم على الالجبرا والجراف، وهنتكلم بعديها على الجيومتري وهنتكلم منستريشن، وبعد كده التريجونومتري. التريجونومتري دوت انت اول مره تسمع عنه، الجزء بتاع المنستريشن شويه، الجزء بتاع الجيومتري هيبقى ادفانسد شويه على 8 و9، يبقى يعني انت خدت في 8 و9 بس هيبقى شويه ادفانسد شويه، حتى الجراف برضه هيبقى بقى اسمها كومبايند كويشنز، اسئله بقى متداخله يدخل لك بارت مع بارت زي ما احنا هنشوف واحده واحده، الجزء بتاع البروبابيلتي والجزء كمان بتاع الاستاتستكس، وبعد كده هوت الفيكتور اند ترانسفورميشن، ده جزء جديد خالص انت اول مره تسمع عنه، والجزء برضه بتاع الجيومتري برضه ده جزء جديد شويه. انا حبيت بقدر الامكان النهارده ان احنا نبدا بجزء اشرحه جديد عليك شويه، بايثاغورس ثيورم انت عارفه، بس احنا ندخل في بايثاغورس ثيورم في الجزء بتاع التريجومتري اللي هو الساين والكوساين، ها ده بيسبب شويه قلق للطلبه، هنحاول نشرحه مع بعض ونشوف انت فهمته مني ولا لا، هنوصل مع بعض بقدر الامكان ان احنا ما نسيبش بعض الا لما نشوف هل انت الطريقه بتاعتي مناسبه ليك او في مشكله نقدر نقرب مع بعض المسافات. طيب توصياتي بقى لحضرتك ايه؟ حضرتك ولي الامر، ليه بقى؟ لان احنا هنعمل شراكه مع بعض. المدرس او التيتشر في الاو ليفل اسمه جايد، انا مجرد جايد ليك، وانت يعتبر انت يعني الاونر. انت الاونر وانا الجايد وولي الامر بيرنت دوت، ده مهم جدا، يعني احنا الثلاثه يعني عشان نوصل بيك انك تجيب الاستار وتبقى اتشيفر لازم نساعد بعض. انا اساعدك ان اقول لك المعلومه الجديده واقول لك الطريق واعمل لك البلان وانت تبذل المجهود، وولي الامر لازم يبقى يعمل فولو اب عليك، يبقى ولي الامر ليه دور كبير جدا جدا جدا، خصوصا في السن بتاع الطالب دوت، ان انت تعمل فولو اب. طيب ازاي نعمل فولو اب وانا اصلا لا ليا في الماث ولا ليا في الفيزيكس ولا الكلام ده كله؟ لا، في حاجه اسمها سيلبس. السيلبس دوت هو كل لما الطالب النهارده مثلا انا يعني بدي بلان، بنقول والله احنا في مثلا في وات ايفر في اي مانث مثلا في بلان ان احنا ناخد مثلا النمبر دوت، تيجي تقول له طيب انت خدت ايه في النمبر؟ ادي التوبكس بتاعت النمبر.
طب انت وصلت مع المستر ان انت عرفت كل شيء على النمبر، تعرف منين بقى؟ تعرف بالنوتس والاكزامبلز اللي موجوده فين في السيلبس، وتعرف كمان في السيلبس ايه اللي نزل جديد وايه اللي اتحذف. معايا ولا مش معايا؟ وعن طريق الموضوع دوت انت تعمل فولو اب كويس جدا لابنك، انك انت تقدر تقول له بس مجرد انك تساله انت خدت ايه، تخش على السيلبس وتتاكد ان هو خده وفهمه، يبقى كده الامور عندك انت عملت فولو اب كويس جدا لابنك. طيب طبعا انا اديت ده بس ده كده هو ده اكزامبل على السيلبس بتاع 2022، وانا ان شاء الله هنزله لك في الشات بوكس باذن الله. وبرده ان شاء الله باذن الله تعالى في الجروب بتاع اي جي سي اس اي ماث ستيب باي ستيب هنزل لك كل حاجه باذن الله تعالى، هنزل لك شروحات وان شاء الله باذن الله تعالى فيديوز والكلام ده كله، ولو في اي حد عايز اي حاجه انا تحت امر. طيب ده بس شكل كده هو بس اول يعني يعتبر بس بيج من السيلبس عشان تشوفه. طيب تعالى بقى نشوف بقى ده برضو حاجة مهمة جدا جدا جدا، الجريد ثري شولز ده مهم جدا جدا جدا. انت حضرتك احنا بنمر بكام مرحلة؟ اول مرحلة خالص اللي احنا بنمر بيها المرحلة بتاعت الشرح، انا بشرح لك الدرس ان جنرال، وبعد كده هو عشان تبقى تجيب اي ستار وتبقى اتشيفر لازم تحل باست بيبر. طيب الباست بيبر دوت عباره عن ايه؟ باست بيبر احنا خدنا اتفقنا خلاص ان احنا الباست بيبر بتاعنا بس بيبر 2 وبيبر 4 عشان احنا بناخد اكستندد. طب بيبر 4 وبيبر 2 دي في فاريانت، يعني انا لما تيجي حاجه زي كده اهوت هتلاقي مثلا دوت بيبر 2 فاريانت 1 ده بير دوت بيبر 2 فاريانت 2 دوت بيبر 2 فاريانت 3، اي 2 ديت معناها بيبر 2 1 دي يعني فاريانت 1. طيب تعالى هنا اهوت برضه نفس الموضوع 2 يبقى بيبر 2 هنا اهوت فيريان، يعني احنا في كل سنه يعني بيجي ثلاث انواع او ثلاثه موديولز من الاكزامز، ها فيريان 1 و2 و3. حضرتك لما بتيجي تحل الباست بيبر تحت خالص في كود معايا زي ما هنشوف بعد كده اهوت، تقدر بعديها تعرف ان انت بتحل بيبر 2 فيريان كام؟ فيريان 2. يبقى فيريان 2 زي ما اتفقنا انت مثلا فيريانت 2 دوت ديت جريدز من A انتو جي، صح كده؟ ابني والله جاب كام؟ ابني وات ايفر مثلا جاب هنا اهو جاب مثلا 45. طيب 45 ديت 45 ديت في انهي زون؟ في السي ولا البي؟ ها تيجي عند السي، يبقى كده اهوت اعوذ بالله كده اهوت يبقى هو جاب ايه؟ عند السي. ليه؟ لانه ما وصلش اللي كان 47 يبقى هو جاب سي، وهكذا. يبقى تفهم من الكلام ده ايه؟ تفهم من لكل امتحان جريد ثري شولز تروح جايبه عشان تقيم لابنك هو جاب ايه، وده مهم ولي الامر ومهم جدا بالنسبه للتيتشر. يعني التيتشر ممكن يكون بعد كده وقت مثلا كل وقت بيزنق معاه، لكن ولي الامر كمان عشان خاطر نوصل مع بعض ان احنا نبقى نوصل للاي ستار والاتشيفر لازم يكون الجريد 3 شولد دوت فاهمه كويس جدا. كل امتحان اجيب الجريد الجريد 3 شولدز واشوف ابني جاب كام، من 200. لو جاب كام من 200 التيبل اللي تحت دوت يديني توتال. ازاي؟ لو جيت عند البي اكس، ده مكتوب ايه؟ 2141، يعني دوت بيبر 2 فيريان 1 وهنا هو بيبر 4 فيريان 1 هنا هو. يبقى انا اللي يهمني برضو تحت دوت ان انا بقيم ابني توتال، هو حل بيبر 2 وحل بيبر 4 انا اقدر اقيمه على طول من 200. لكن مثلا جه وقت من الاوقات ما خلصت المنهج خالص، وده هنحتاج الجدول دوت في الاخر خالص لما يخلص المنهج كله او اغلبيه الاسئله، لكن هنحتاج التيبل اللي فوق ده امتى؟ لما خلاص خلص كم كبير من الاسئله وانا اقدر يعني خد هو بيبر 2 فيريان 1 او بيبر 2 فيريان 2 اقدر اقيمه عن طريق سيبريتد بيبرز. طيب وبرده طيب نفس الموضوع برده بي واي هنا اهوت بي واي اهوت بيبر 2 فيريان 2 بيبر 4 فيريان 2. طيب هنا اهوت بي زي نفس الموضوع بيبر 2 فيريان 3 بيبر 4 فيريان 3.
يا رب يكون. انا بتكلم بس بسرعه عشان خاطر برضو لو الموضوع هيبقى فيه ريكورد، وانت برضو ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن يعني اللي انت ما حصلتوش معايا بسرعه عشان خاطر المعلومات اللي جايه كتير يعني، فمعذره لو انا بتكلم بسرعه. طيب تعالى بقى نتكلم على الجزء بتاع ادكسل. ادكسل زي ما اتفقنا ده الكود بتاعه 4MA1، بس عندنا بقى ايه؟ عندنا 2 بيبرز 1H و2H. 1H بتتكون من 100 ماركس وال2H 100 ماركس، ومتساويين في الوقت ده 2 hours وده 2 hours زي ما اتفقنا هناك. بيبر 2 وبيبر 4 هنا هو 1H و2H. طيب هنا بقى السيلابس برضو هناك، ده شكل السيلابس. انا جبت لكم بس اول ورقه، وبرضو ان شاء الله باذن الله تعالى في الجروب باذن الله تعالى هنزل لك برضو السيلابس بتاع ديكسل زي ما هنزل لك السيلابس بتاع كامبريدج، وان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى لينا سيشن تاني خاص بديكسل. طيب ده برضو مهم جدا. هناك كان اسمه جريد ثريشولد، هنا هو بقى اسمه جريد باوندري. هنا جريد باوندري احنا هنهتم بانهي؟ هنهتم بان هوت. ليه؟ لان عندك هنا هوت 1H وهنا 2H، 1H و2H تمام كده. هنا هوت الماكسيمم مارك، هنا هوت 200 ماشي. انت عندك هنا هوت 100 141، يبقى هو جايب 9، يعتبر 8 و9 اللي هي A ستار يعني تمام كده. وهنبدا بقى انتو لغايه ايه؟ لغايه 1 ويو والعياذ بالله يعني. يبقى انا هو دي كده برضو، دي مهمه جدا جدا عشان خاطر تقدر تعمل فولو اب. الطالب يعمل فولو اب لنفسه، او ولي الامر يعمل فولو اب لابنه. يبقى اسمها هنا هو جريد باوندري، وهناك اسمها جريد ثري شولد. طيب